المصارع المغربي على الصورة زياد أيتوغرام في وزن 75 كيلوغرام أبهر المتابعين عندما حقق التأهل إلى البرازيل محتلا المركز الأول بعد انتصاره على المصري محمود فوزي رشاد بثمانية مقابل شيء. أنا مغربي من والدين ديالي مهاجرين في تونس اوتوماتيكمون لقيت راسي نقرا في تونس لعبت بالمنتخب التونسي لكن الرغبة والنية دائما موجودة باش نلعب بألوان القميص المغربي اغتنمت الفرصة اللي كان فيها سيدنا في تونس اتجهت للقنصلية المغربية في تونس اخذت جواز السفر ولكارت ناسيونال من بعد اتصلت بالسيد فؤاد مسكوت رئيس الجامعة الوطنية المصارعة اقترحت عليه اني باغي نلعب باسم المغرب ونرفع الرايه الدماء المغربيه يعني في عروقي منذ الصغر يعني من نهايه 2004 بين تونس والمغرب في تونس كنت من اول مشجعين ورافع للرايه المغربيه بعدها دخلت الى المغرب وبدا المشوار رحلة التأهل والتحضيرات بدأت من أواخر 2014 في بطولة العالم في أوزبكستان مشيت كمدرب للمصارع فؤاد فجاري بعد يعني رسمنا عدة محطات تحضيرية في بلدان مختلفة كما هنغاريا تركيا ومن بعد التحقنا وبغينا نجربوا التجربة الإيرانية اللي هي يعني مدرسة من المدارس الكبرى في المصارعة التحقنا بالمدرب حسن رنجراز بطل العالم ثلاث مرات واللي هو دكتور دولة في إيران بدينا مع التجربة الإيرانية في سنة 2015 دخلنا مع الستاف التكنيك الإيراني دخلنا معهم إلى غمار بطولة إفريقيا بالإسكندرية تحصلنا على المرتبة الثانية وأول ميدالية ذهبية إلى المغرب بعد غياب 25 سنة من بعدها يعني تواصلت التحضيرات في بطولة العالم بلاس فيغاس اللي ما تأهلناش لأن المستوى كان عالي جدا مستوى عالم بعدها يعني معسكر تحضيري بإيران خمس شهور الحمد لله يعني بعد عناء طويل البصمة المغربية في الجزائر وأهلنا ثلاث مصارعين نحن النية ديالنا واضحة هي ما غادين للجزائر ولا غادين للكونغو ولا توغو هي حاجة واحدة أنا نرفع الراية المغربية أن نتأهلوا إلى الألعاب الأولمبية هذا الهدف ممكن كاين ناس أخرى باغية تأخذ المنافسات الرياضية بصفة أخرى نحن خارج عن هذا النطاق اللي باغين يخرجوه على السياق ديالو الرياضي كما في كل دولة في تونس ولا كيكون تونسي يلعب ضد مغربي يعني دايما كي تلعب ضد المصارع المحلي في بلاده باش تسمع الصافرات وغتسمع يبغيو يوتروك يخرجوك من الماتش يخرجوك من المقابلة للانتصار ولد بلادهم لكن الحمد لله يعني ككل المنافسات كانت جد طيبة والعلاقة مع الأخوة الجزائريين كانت علاقة أخوية يعني حتى بعد المقابلات بعد المقابلات الحمد لله انتصرنا المصارعين ديالنا اللي تأهلوا ثلاثة تأهلوا عن طريق الجزائريين ماذا بعد التأهل؟ بعد التأهل موجود الألعاب الأولمبية كما العالم كل يعرف ماشي بريباراسيون ديال اموا دو موا تروا موا سير لعب لا شانس المورال غدير نو كاين استراتيجية قوية اللي الطريق احنا فيه دابا احنا دابا التران كاين في السكة هي المحطة وقفنا وغتكمل يعني نحن دابا بعد يومين او ثلاث ايام من الالعاب الترشحيه اللي في الجزائر دارت ونحن كنترينيو دابا في الجديده معسكرين في الجديده مع المدرب الايراني مع المنتخب ديالنا موجود العناصر المتاهله والعناصر الغير متاهله الطريق متواصله وان شاء الله يعني الاولمبياد ان شاء الله خليه بصمه
نكونوا واقعيين ما نهضروش على قولوا غنديروا ميداي نخليه بصمه ولي ما الا جات الميداي مرحبا بها. يعني المستوى ديالنا اعلى من افريقيا اعلى من العربي، لكن نحن على بوابه العالميه وان شاء الله نبداوها في ريو دي جانيرو لما لا. مشكور للجمهور المغربي اللي تبع حتى قبل التأهيل من السنة اللي فاتت منذ قدومي إلى تونس، يعني كل التشجيع من الجمهور المغربي والترحيب، وهو بشيء الكثير وشيء الإيجابي اللي خلاني نواصل، خلاني أني نحس نفسي أني كنت مهاجر والآن عدت إلى بلدي الأصلي. إن شاء الله نرفع الراية كما رفعناها في الجزائر وإن شاء الله نفرحوهم، وهذا أقل شيء ممكن نقدمه إلى الجمهور المغربي. إلى كل الجمهور المغربي، تبعوا المصارعة المغربية وزياد أيتو كرام على موقع 360 الإلكتروني.